لو كانت بس ادتني شهرة ان انا مهم في حياتها وفي حياة اولادي ما كناش وصلنا لغاية هنا. طب مش كفاية اللي هي بعتاني وانا جيت لك بنفسي لحد هنا؟ بتقفلني يالا؟ ايه يا سيما؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ حاجة عشان ما تتطورش. انتوا مين وبتعملوا ايه؟ عايزين منه ايه؟ وصلت. انتوا فين؟ طيب طيب يلا انا داخله اهو. بابا في ايه؟ رؤوف خير؟ خير خير ان شاء الله. رؤوف انت كويس؟ ازيك يا شيرين؟ هو انت عرفتي منين ان انا انا اللي كلمتها عشان تجيب الاستاذ المحامي؟ ما تقلقوش يا جماعه، انا عامل كل اللي اقدر عليه عشان تخرجوا من هنا بسرعه. طب معلش ممكن اعرف ايه اللي حصل يا رؤوف؟ خناقه يا شيرين، خناقه عليا. ومن امتى انت بتتخانق وتعمل مشاكل اصلا؟ بيحصل يا مدام، بيحصل، مفيش حاجه. انا نصحته كتير والله يبطل البلطجه دي، مفيش فايده. يا فهمي فهمي صاحبي من زمان وما جاتش فرصه ان انا اعرفكم ببعض. اهلا وسهلا زي حضرتك. اهلا وسهلا. طب انا عايز اعرف المشكله سببها ايه؟ انا اقول لحضرتك. يا فهمي يا جماعه، ايا كانت المشكله سببها ايه، الموضوع هيخلص يا اما بمحضر صلح او افراج بكفاله. انا هدخل لظابط دلوقتي واشوف ايه اللي ممكن يتعمل، بس خلي بالكوا الموضوع هياخد شويه وقت. اوكي، ده خلي ابني الظابط. افتح ابني قول له ان انا اكبر مخرج مسرحي في البلد. حاضر حاضر. حضرتك واثقه من المحامي ده؟ ده شكل سمير الاسكندراني. ما كنتش متوقع الحقيقه يعني ان انتي تيجي. اكيد يعني مش هسيبك في الظروف دي يا رؤوف. شكرا. طب والولاد؟ الولاد مع طنط فردوس، انا كلمتها وهي معاهم كتر خيرها. ليه بس؟ زمانها هتخطب دلوقتي. يعني يصحوا العيال ويلاقوا نفسهم لوحدهم في البيت مش هيتخطبوا؟